متابعينا اكيد بصباحنا غير، ووصلنا الى فقرتنا التاليه ومع المواهب الشابه اللي دائما نحن بندعمها ضمن صباحنا. فاكيد الشباب السوري دائما معطى، دائما عنده شيء بيميزه. اليوم رح يكون معنا شاب فنان بيتميز بشغله الخاص وبيتميز برسم التفاصيل الواضحه للوجوه او للبورتري. خلينا نستقبل معنا ونرحب بنصر سلامي يلي رح يشاركنا اليوم صباحنا من اللاذقيه. صباح صباحكم، صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على شاشه الاخباريه. صباحك. خلينا نحكي عن موهبتك اللي هي الرسم. قبل ما نشوف شيء من شغلك على الشاشه، كيف بلشت البدايه؟ بصراحه قديش صار لك بترسم؟ بالبدايه انا وعيت وانا برسم. بلشت يعني بلشوا الناس يشوفوا انه انا عندي موهبه الرسم، يعني كان اي حدا يشوفني راسم. انا تقريبا كل يوم برسم لليوم. وكبزنس صار لي 7 سنين بشتغل فيها. وكنت كل سنه عن سنه اتقدم خطوه. شو دارس حضرتك؟ بدرس حقوق جامعه تشرين. نعم نصر، شو هي اللوحات يلي بلشت ترسمها واخذت خط محدد لك، اخترت الخط او اللون اللي انت بتحبه؟ شو هو؟ بورتريه الوجوه. الوجوه يعني اختصيت بهذا المجال وكفيت فيه. عم نشوف هلا. هيك خلينا نحكي على هالبورتري عن جد، الديتيلز والتفاصيل يلي واضحه ضمن يعني اللوحه يلي عم تنعرض. خلينا هيك نحكي عنها. قديش بتحب التفاصيل؟ اكثر شيء بحب تفاصيل الرسم هلا هذا الرسم الديجيتال. اكثر شيء بحب رسم العيون. اكثر شيء شفنا اول شيء بالفحم كمان. بتفضل كمان الفحم اكثر؟ طبعا انا ما بحب زياده الالوان، بحس الفحم الابيض والاسود ارطب. قديش بتاخذ معك اذا بدنا نقول شغل اللوحه؟ ويمكن التفاصيل جدا مهمه حتى للشخص، يعني اكيد طبعا لما ترسم وجهه هو عم يضحك، طريقه العيون، الابتسامه، قديش بدها شغل ورده الفعل كيف بتكون لما الشخص يشوف هي التفاصيل الحلوه؟ هلا المدة تقريبا يعني 2 3 هي بدها شي 5 6 ساعات حسب المزاج، ممكن تخلص بيوم واحد. ردة الفعل الكل بحب الرسمة لأنه أنا بعتمد شي بشغلي إني أنا بجمل الشخص، لأنه كلنا بنحب نشوف حالنا أجمل، فبعتمد هيدي النقطة دائما. تمام. اليوم يعني نصر كيف انت بتقدم هاي اللوحات يلي عم نتابعها سوا؟ كيف بتقدمها للناس؟ كيف بتقدمها للعالم؟ هل السوشيال ميديا اكيد هو دائما بنقول هو سلاح ذو حدين، مرات بنسوق لحالنا وللوحاتنا بشكل حلو، ومرات يمكن ناخذ انتقادات لاذعه بتكون بحقنا وبحق مجهودنا وشغلنا أكيد وتعبنا وموهبتنا. اليوم خلينا نحكي عن التسويق وخلينا نحكي عن دور السوشيال ميديا مع الفنان خاصه اللي هو اكثر حساسيه. هلا بصراحة السوشيال ميديا هي الأساس. أنا من 7 سنين لما بلشت أعرض بالسوشيال ميديا على الفيسبوك، وكنت كل سنة أتقدم عن اللي قبلها. يعني كنت أول شيء أرسم أوردرات ضمن محافظتي اللاذقية، بعدين ضمن محافظات سوريا كافة، واليوم الحمد لله لكل دول العالم تقريبا. يمكن السوشيال ميديا مثل ما قلت لعبت دور ايجابي بانتشار السوشيال ميديا. انا بشوفها هي اهم معرض مواهب الشباب، لاي شخص عنده موهبه او اي شخص عنده صوت بده يوصله عن طريق السوشيال ميديا. هي يمكن النقاط الايجابيه للسوشيال ميديا اللي فعليا لازم نستغلها اليوم بعيدا عن النقاط السلبيه للاسف اللي عم تتم وتنتشر بشكل كثير كبير. خلينا نحكي مثل ما قلت بلش بمحافظتك، انتقلت للمحافظات الاخرى وخارج القطر عفوا، اليوم عم تشتغل كمان فينا نقول لفنانين مشهورين بسوريا وخارج سوريا، كيف بلشت معهم؟ مين اول حدا حكى معك؟ ردة فعلك هلا بلشت تشوف الفرحه والابتسامه على وجهك، هي التفاصيل يمكن بتعني لك على الصعيد الفني بشكل كبير. اكيد بتعني كثير وبفتخر لما فنانين مشاهير بيقدروا هذا الشيء. كانت البدايه مع نسرين طافش ولليوم، وكثير دعم يعني معنوي دائما، وكثير مثل سيرين عبد النور، جيني اسبير، كذا حدا، دائما بنبسط يعني باي شيء بقدم لهم اياه وهن بيحكوا وبيقدروا هذا الشيء. كيف بتحب لهلا انه ترسم له لوحه وفعلا تقدم له اياها هيك كثير؟ هلا مقدم لها كثير بس لسه بقدم لنسرين طافش. تمام. نصر يعني في معارض شاركت فيها، كان لك مشاركات باللاذقيه بالشام،
بصراحة لا. ليش؟ بالوضع اللي نحن فيه لا، أنا بشوف إنه أهم معرض اليوم نحن بالعالم الافتراضي هو السوشيال ميديا. بس ممكن بعض الأحيان حدا ياخذ هي الرسمة ويقول أنا راسمة. هلا اسمي موجود عليها وصار يمكن في عالم بيعرفه، يعني لو شي الكذب ببين يعني مع الوقت. لأنه كله بيعمل إيديت يمكن للصورة، بينشال اسمك، بينحط اسمك. صار هيك شيء كثير يعني، صار كثير هيك شيء. طيب لوين بتحب توصل بموهبتك وبالمستقبل؟ عم تقول فعليا من أنت وصغير بلشت ترسم، سبع سنين فينا نقول هي عملية. الموهبة تحولت لحرفة ولمهنة يمكن تمام. وباب رزق. بالمستقبل انت كشاب يعني صغير مبلش باول عمرك، شو حابب تعمل بالمستقبل؟ هلا بالمستقبل ما بعرف رب العالمين شو كاتب لي. طموحي ما له حدود، ماني مخطط بشيء محدد، انا عم بسعى وعم بشتغل دائما لاتطور وما بعرف شو بيصير لقدام. يعني ما في شيء محدد. تمام يا رب. يعني دائما الطموح بالنجاح يعني كثير مهم للاستمراريه للوصول الى العالم. يعني نصر نحن دائما ضمن صباحنا بنحب ندعم المواهب الشابه وبنحب ندعم هذا الطموح. يعني حكينا عن العمل، حكينا عن الحلم، وحكينا عن المستقبل. اليوم يعني اكيد الحياه ما بتتوقف بس عند الرسم، هل عندك طموح ثاني بمجال دراستك، بمجال بزنس كمان يعني هيك يكون عبره لكثير ناس؟ هلا انا عم كفي دراستي كدراسيه بس ما انها شغل الي بالمستقبل. كشغل اكيد رح طور اكثر من الرسم كتعديل صور وتصوير لقدام ان شاء الله. طيب خلينا يمكن نوجه كلمه لكل الشباب السوري اليوم اللي عنده موهبه وحابب يكمل فيها ويستثمرها ويستغل السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه. يمكن مثل ما قلنا اليوم صعب ضمن الظروف الحياتيه اليوميه تقدر تعمل محل او شغل خاص فيك، التسويق عم يكون عبر السوشيال ميديا ليعرف عنك، عن موهبتك، عن شغلك. كثير عقبات ممكن تواجه الشخص أكيد. يمكن كثير من الناس ممكن بدل ما تعطيك طاقه ايجابيه بعد ان اهلك تنتقدك، كيف هي يمكن العقبات استغليتها لتكمل شغلك وتستمر؟ لكل شاب او صبيه فعليا حابب هيك يبلش بهي الخطوات الاولى شو بتقول له؟ بقول لهم دائما يامنوا بموهبته، يجاهلوا الانتقادات لانه بالبدايه كلنا عندنا اغلاط كرسم، والسوشيال ميديا هي الاساس. بس انت تعرف تقدم المحتوى صح بطريقه مناسبه وتعرف تصور صح وتتعامل مع الاشخاص بطريقه لبقه، وهيك اكيد بيوصلوا ويضلوا يسعوا ويشتغلوا. صحيح تمام. يعني كثير من الانتقادات بتكون بتعطي طاقه، بتعطي قوه لبعدين. خلينا نحكي عن يمكن اكثر انتقاد، تنمر، مطب مرقت فيه قواك، اعطاك القوه لحتى تكفي وحتى تورى ظهرك ومشيت او دعست عليه ومشيت. هلا انا تقريبا اي شيء سلبي بحطه ورا ظهري، بس اكثر كومنت تكرر كذا مره، عرضت لوحاتي هو معرض جروب مصريين فيه 2 مليون شخص، وكان في كذا كومنت بما معناه انه رسم ذوات الارواح حرام. يعني كان الامر كثير مستفز، يعني يبعثوا لي على الخاص وانت عم تعمل شيء حرام وانت رح تتحاسب على هذا الشيء. اكيد للفن، انا اكيد كفيت وتجاهلت هذا الشيء لانه ما انه حرام. صحيح اكيد الفن له رساله كثير جميله، واساسا رسم البسمه على وجوه الناس من خلال هيك شفت رسمتهم تفاصيلهم الجميله بتنعكس على الصوره، هي يمكن اهم أكيد. انجاز بتقوم فيه. خلينا نحكي عن محافظه اللاذقيه، اكيد تحيه لكل اهالي اللاذقيه. قديش لعبت دور بتنميه موهبتك؟ لانه مناخ اللاذقيه، طبيعه اللاذقيه، مناطق جدا جميله موجوده باللاذقيه يمكن كثير من الناس ما بتعرفها، تنعكس حتى يعني الطبيعه أكيد. المناخ، الاماكن الجميله اكيد بتلعب دور أكيد بنفسيتك وموهبتك كفنان. اكيد، وانا عندي اجواء حتى ارسم، يعني انا بس بدي اكون عم برسم كل لحالي باغاني وبفصل عن الدنيا، بصير بعالم ثاني، عالم بيشبهني اسمى وارقى من العالم اللي نحن فيه. اكيد تمام. يعني نصر نحن اليوم انبسطنا بوجودك معنا، بدنا نشكرك. شكرا. انا بدي اشكركم واكيد ناطرينك توصل لمحل ما انت بتحب. شكرا. وانا بدي اشكركم واشكر استضافتكم لي واشكر كل اللي دعموني.
اكيد بنتمنى لك التوفيق بكل مشوارك الفني. بالختام حابب توجه تحيه لاهلك او كل حدا بدي اشكر دعمك. كل شخص دعمني وساعدني ووقف حدي حتى وصلت لهون. نعم.